طيب يعني بنقول بعض الافكار اللي احنا يعني طورناها بنفسنا لما اكون بعمل سيستم جديد. فنقول مثلا لو انا بعمل بروجكت جديد طبعا يعني احنا زي ما قلنا احنا مطورين مجموعه من التولز. يمكن شفنا المره اللي فاتت عمليه التحويل من اوراكل فورم. انما لو كنت يعني بعمل سيستم جديد يعني هنتعرض مع بعض كده لمجموعه من الافكار اللي احنا عملناها يعني بنفسنا. وطبعا اول خطوه دايما عمليه الكونكشن على الداتابيز. دي خطوه اساسيه لازم تتعمل ايا كان اللي بتعمله. طبعا عندي مجموعه من التيبلز التست طلعها بره الموضوع. فدي يعني اول ستيب يعني ايه بتحصل في السيستم. طبعا دي سواء انت بتستخدم تولز او ما بتستخدمش تولز لازم تعمل كده. طيب حاجه تانية بنحتاجها ان احنا نيشاليز اللايبراريز بنستخدم في الاي دي اف. ده كده عملنا ال initialization. عايز بس library طيب احنا بعد كده بنروح للتول نفسها نديلها الباس الاساسي. يعني عادة ما بنحتاجش نعدل هنا الا الكونكشن عشان برضه السيرفيس عندي مختلف. لازم اقول لك لما اتكلم في نيو سيستم او بعدل في سيستم اوريدي موجود. يعني زي ما بقول لك احنا يعني الفكره الاساسيه ان احنا مش مجرد تمكنا من ان احنا نشتغل في الاي دي اف، لا عملنا اوتوميشن للموضوع. يعني خلينا نتكلم كده، انت بتبدا في اي بروجكت بتعمل تمبلت، بتظبط السيتنجز، الستايل، الحاجات دي كلها. احنا ما بنقعدش بقى نعمل الكلام ده في ايه في اي بروجكت جديد. كل الجنرال فايلز دي على طول بتتحط في ايه في مره خلاص كده خلصت. الريسورس باند اللي انت محتاجه علشان تحطه في السيستم برضو ايه خلص.
تبدأ في الشاشات، عايز مثلا ان انا ايه اخد الاتنين تيبلز دول اعمل لهم فورم، تعمل ايه جنريت خلاص اتعمل. مثلا حاجة زي الاتنين تيبلز دول ماستر ديتيل، فاقول له هات لي التشيلدرن موجودين ايه عندك، برضو ايه خلصوا. ممكن نشوف احنا ممكن نطلع فورم او تيبل او فورم مع تيبل الاتنين ايه مع بعض، او ممكن نخلي الكلام ده لو عايز ريد اونلي ممكن نعمله ريد اونلي. شاشات اللوك ابس احنا ايه ما بنقعدش نعمل بقى اللوك ابس والحاجات دي على طول، نختارهم من هنا زي مثلا ده وده وده نجنريت برضو ايه خلصوا. ريبورت بارامترز دي بقى لو عندي شاشة بتكول ريبورت، فمثلا لو عندي ريبورت اسمه كاستمرز طبعا بيبقى كاستمر دوت ار دي اف، ده بيبقى يعني ديفولت يو ار ال، انت بتبتدي تضيف البارامترز بتاعتك. يعني مثلا لو عندي بارامتر واحد اسمه كاستمر اي دي، ده عبارة عن نمبر، النمبر ده عايزه يطلع ليست اوف فاليو من التيبل اسمه كاستمرز، الاي دي هو الاي دي والديسكربشن هو الايه النيم. طبعا هو كده عمل ريبورت بارامتر سكرين والبارامترز وكل ايه حاجه اتعملت. طبعا الحته دي يعني على فكره فيها جزء جديد احنا بنطوره. طبعا هو هنا احنا بنقول اوراكل ريبورت 10 جي، بس اللي بيحصل ايه احنا الفكره اللي احنا عايزين نطورها ان احنا يعني دي بالفعل تقريبا انتهت يعني على فكره، ان احنا ايه هنعمل هنا بطن اسمه لود. لود ده تحط انت الار دي اف، من الار دي اف اشوف ايه البارامترز اللي هو بيستقبلها او مطلعها لك هنا ايه مباشره، بحيث ان احنا نقوم عاملين لما نعمل ميجريشن للبي اي سويت او حتى الجاستر يتعمل ميجريشن للريبورت نفسه، بكمان الشاشه اللي بتعمله كونج تكون ايه جايه جاهزه بكل البارامترز الموجوده فيه. لغايه دلوقتي احنا لازلنا بندخل بارامترز مانيوال، بس ان شاء الله يعني تقريبا اول فيرجن امبارح كان طالع ولسه هيخش مرحله التستنج والكيو اي والحاجات دي كلها. المهم ان احنا ايه هنا بنطلع الريبورت بارامتر سكرين، هنا نمانج بقى الحاجات بتاعت الايه الانسرتنج البرايمري كي. يعني مثلا ايه لو عندك تيبل اسمه كومبانيز عايز تنسرت الاي دي عباره عن سيكونس ولا ديت ولا ايا كان التايب، ما نقعدش احنا بقى نكتب الكود في الحاجات دي. السيكونس طبعا نجيب لك السيكونس زي ما تعرفه بس انك تعمله، تيجي على تيبل تاني عايز مثلا نيكست ميكس اهو تو جنريت كل ده ايه خلص. ها لا لا بنتشيك لو موجود ما نعملش حاجة. لو مثلا جيت على تيبل زي ريفرنس يعني عادة محتاج ايه ان انا اطلع لو اليوزر حول يدلت وليها ديتيلز اطلع له بس رسالة يقول ان انت ما تقدرش تحذف. برضو ايه خلصناها مرة واحدة للتلات جداول. عندك حاجة زي اليونيك، يعني لو عايز مثلا الريجن دوت نيم ده يكون يونيك فالجنريت خلاص بقى يونيك بصرف النظر في الداتابيز عامل ازاي. طبعا لو انا عملت مالتي سيلكت معناها كل فيلد لوحده يونيك، بس لو عايز في التيبل واحد يكون اكتر من فيلد يونيك تيجي تعملهم ايه من هنا تقدر تسلكت مالتي سيلكت من هنا. ها اه يوتيلتيز عندنا مجموعه من اليوتيلتيز يعني بانيينها لو انت عايز توفرايد الاورا ايرور مسجز بنعملها من هنا، نغير اللوكال مباشره، التاريخ الهجري انا طبعا عاملين كومبوند تاريخ الهجري، الهاي برفورمانس سكسس مسج افتر كوميت، دايناميك جي دي بي سي كريدنشالز. الدايناميك جي دي بي سي كريدنشالز اللي هي بتعمل ان اليوزرز عندك يكونوا داتابيز يوزرز تمام، دي بتتعمل هنا طبعا هنا هي سيتنجز بتعملها بس ما بنعملش بقى كل مره، بنشيك هنا يعمل لنا كل حاجه. فلو مثلا خدنا حاجه زي التاريخ الهجري دي ان انا ادخل التاريخ الهجري يكون موجود، حتى ممكن اروح اخد شاشه من الشاشات الموجوده اطلع لها شاشه. ها لا لا احنا عملنا كومبوننت
البروسيدور دي من الحاجات يعني في منتهى القوه في التول. يعني انت لو عندك داتابيس ستور بروسيدور عايز تكتب الكود اللي يعمل له كولينج، او بص حطيت السيجنتشر عمل ديتكشن بارامترز وراح كاتب لك الكود اللي يعمل له ايه كولينج مره واحده، سواء كان بروسيدور او فانكشن او ايا كان. حتى يعني حاطين زرار اسمه جنريت اول يروح يكونكت على الداتا، ما تقعدش بقى تسلكتهم واحد واحد، فبحيث ايه ان اقدر اروح في الاوتبوت فولدر الاقي ايه ده الفايل على طول، عامل كونكشن على كل البروسيدورز وراح ايه جابهم لك. فده بقول لك يعني ساعات بنوصل فعلا يعني الاف السطور تطلع بضغطة زرار بالنسبة لنا مش فيها حاجة. يعني الاكسبريشن دي لو حبيت ان انا اعمل الافريج او المينيمم ماكسيمم اي حاجة يمكن كنا شفناها دي هنا بنعملها على طول. اس كيو ال تو جافا لو عندي سيلكت ستيتمنت مثلا تقول له سيلكت ستار فروم تي نور جنت يديلك الايه الجافا كود على طول يعملها كولينج. حتى بي ال كود يعني لو عندك بي ال كود عايز تحوله لجافا زي مثلا كده يظبط له هو الاف والكوتيشن والبارامترز والحاجات دي كلها مباشره. دوكيومنتيشن السكرينز جيب لك كل الشاشات اللي انت معرفهم ويعمل لك الايه التمبلت اللي تعمل لك الدوكيومنتيشن. يعني لو رحنا شفنا مثلا سكرين دوك ده طالع من التول كل الفايلز دي طبعا تطلع على هيئه HTML فورمات فيها فيتشر الفلترنج لو انت عايز بتكليك على سكرين حتى حاطين تابز كده بهوفر افكت بحيث انت تكمل ده بس كل التمبلت بتاعت الايه الدوكيومنتيشن في حد ذاتها بنطلعها مره واحده. الليست اوف فاليو يعني هي من هي الفيتشر بحد ذاتها مش جديده بالنسبه لنا بس احنا ضفنا فيها يعني امكانيه لسه امبارح حالا كانت خلصانه الابروف بتاعها اللي هي ايه يعني الليست اوف فاليو عموما بتبقى الفورين كيز اللي موجوده في الداتابيز. ففي ضغط الزرار جبت كل الفورين كيز اللي موجوده في الداتابيز. فاقول مثلا خلينا لو اتكلمنا عن حاجه زي ده انت دلوقتي عارف ان الليست اوف فاليو بتعمل ازاي. لو رحنا للسيستم نفسه تعرف الفيو اوبجكت لو خدنا مثلا حاجه ده التيبل ده اسمه كاستمرز عندنا مثلا الكولوم اللي اسمه كومباني اي دي بيجيب من تيبل اسمه كومبانيز والديسكريبشن هو النيم وليست وعايزه ايه عباره عن ليست اوف فاليو. خلينا نشوف يعني هو ده الشكل القديم. لما تقول على الجنريت بص خدت بالك ايه يعني هو عدلنا مباشرة في الباك جراوند. بص كده يعني زي ما بقول لك بناء على اللي انت تعرفه بالنسبه للليست اوف فاليو المفترض ان يحصل ايه انت بتضيف ترانزينت عشان نرجع فيه الايه الديسكريبشن. الكومباني اي دي ده مفترض يتحول لليست اوف فاليو اهو ليست اوف فاليو الاي دي والنيم بيرجعوا في الديسكريبشن ويو اي هنس ده عباره عن انبوت تكست وليست اوف فاليو وده النيم والحاجات دي كلها. الديسكريبشن ده في حد ذاته المفترض ان ايه يحصل له مابنج ويتكتب فيه الاس كيو ال ستيتمنت او الاكسبريشن اللي هو بيجيبه. كل الكلام ده ايه عملناه في خطوه واحده. هي الحاجه الاحسن ان الكلام ده احنا بنعمله على الداتابيس كلها في خطوه واحده. عشان كده بقول لك يعني ايه احنا يعني الفكره اللي خلانا نبقى يعني اقوياء جدا في الاي دي اف التول. ليه؟ لان احنا عايزين نعمل نفس اللي بيعمله الزيو ديفلوبر بس من التول عندنا. فكان لازم نفهم الاكس ام ال فايلز والاستراكشر كامل اللي شغال عليه الاي دي اف شغال ازاي. لان انا بدخل هنا في النص بقى في الباك جراوند
مش شغال من الجي ديفلوبر، فلازم كل اللي بيعمله الجي ديفلوبر من اول لاخره، الملفات اللي بيستخدمها وبيرميها وبيعملها كلها، كان لازم نفهمها عشان نعمل حركه زي كده. فده مثلا في حاجه زي كده هتاخدها، هو ده فعلا الاكسبريشن اللي انا كنت ايه هكتبه. بس انت هتاخد قد ايه؟ يعني شوف، لو بنتكلم على مستوى فيلد واحد، يعني انا حبيت اعمل ده ليست اوف فاليو، واخد بالك؟ المفترض شوف انا بقول لك قارن ما بين سرعه الديفلوبر، انا هعمل ريجون ديسك ابديتابل ايه اولويز، بعدين هروح على ده هخليه ايه ليست اوف فاليو، الليست اوف فاليو دي هتيجي من التيبل الايه الريجونز، الاي دي هو اللي هيروح، وبعدين اقول له ايه النيم هيترمي في الريجون ايه ديسكريبشن، واروح هنا اخلي ده انبوت تكست وذ ليست اوف فاليوز، واحط النيم واخليه ايه يكويري اوتوماتيكلي، تمام. وبعدين مفترض ان انا اروح على الاخ ده اقول له ماب تو اس كيو وسيلكتد ان كويري، واحط الاليس عباره عن ريجون ديسك، واكتب الايه الاكسبريشن اللي هو مثلا سيلكت ايه فروم، يعني مش مهم الاكسبريشن ايه في حد ذاته. بس زي ما اقول لك يعني ايه دي النقطة اللي يمكن كان البعض بيناقش فيها، هو أنا أعرف أعملها وبسرعة يعني، مش واخد بالك، بس التول أسرع مني أنا بكتير، لأن كل اللي أنت عملته ده مثلا قول أنا خدت فيه دقيقة للليست أوف فاليو الإيه الواحد، التول ما خدتش ثانية للإيه للبروجكت كله. ده اللي بنقول عليه إيه الفرق ما بين إن أقدر أو ما أقدرش. أقدر، بس هي المسألة إيه؟ أنت مدى سرعتك في التنفيذ هتبقى عاملة إزاي؟ زي ما بقول لك إحنا شخصيًا عندنا الشركة إحنا عاملين أوتوميشن لكل اللي أنت بتشوفه، يعني كل الستيبس دي اتعملت في ثانية واحدة بالنسبة للتول يعني. ستاتيك في اوبجكت دي لو انت عندك حاجات زي ذكر انثى، يعني كتير بتلاقي الجنس ذكر انثى او الراي نعم لا، ما بنقعدش احنا نعملهم كل مره، يعني بنعملهم لك كوبي على طول يعني. حتى من الفيتشرز اللي احنا يعني يمكن في خلال اسبوع ولا حاجه هنكون مخلصينها، اللي هو الماستر ديتيل ديتيل، يعني يمكن نشوف عملنا مثال زي كده، بس زي ما شفت برضو مهما كان يعني ستيبس هي مفيش حاجه صعبه، بس مشكلتها انها ستيبس بتاخد وقت، ويعني لازم الواحد يعملها صح عشان ايه ما يجيش ران يلاقي ان في مشكله ودي نسيتها ودي ما عملتهاش. فاحنا عاملين مثلا ايه ان انا يعني هدفنا ان انا اختار التيبل يجيب لي الديتيلز يجيب لي الديتيلز يجيب لي الديتيلز لغايه 5 ليفلز ناويين نسبورت، لان احنا بالفعل قابلنا ان ساعات في شاشه واحده فيها 5 ليفلز ماستر ديتيل ديتيل ديتيل، بس ان احنا لما نضغط على الزرار جنريت يروح يعمل لك الشاشه بكل الليفلز دي ما تلمسهاش تشغل شغاله كل الايه الاوبريشنز المطلوبه فيها، تمام. حتى عمليه السكيورتي يعني احنا ما بنعملش خلاص سكيورتي، التول بتعمل لنا كل حاجه، يعني السكيورتي فيها لوجن سكرين وفيها ايه صلاحيات، وفي كمان الاثنين دول مع الشاشات اللي بتظبط الصلاحيات يعني تديها اليوزر تقول له اتفضل. فمثلا ايه لو انا قلت له اد البريفليجز على السيستم ده، طيب وادي الصفحات عملها سيلكت وادخلها في التيبل عشان ايه يبقى الصلاحيات موجوده فيها. ده طبعا تكنيك، بس في تكنيك تاني من سنجل ساين اون، دي بقى يعني ده سيستم كامل احنا بنينه بحيث ان احنا نقدر نعمل سنجل ساين اون يربط لك اي عدد من السيستمز بالانتجريشن مع الاكتف دايركتري والحاجات دي كلها. هنشوف مثلا يعني لو انا رجعت البروجكت، بس خلينا نلغي الاكسبريشن بتاع ده. لازم اقفل البروجكت وارجع افتحه تاني.
في الحتة بتاع التاريخ الهجري، يعني هوريك احنا بنعمل ازاي نقدر نسبورت التاريخ الهجري ده طبعا من خلال الكومبوننت اللي احنا بنينه. نروح نقاد الكومبوننت بتاعنا على البروجكت اللي هو التاريخ الهجري، برضه عشان يعني يحمله لازم اقفل وافتح تاني. كان في صفحة عملناها بالاسم order هجري، ده عندنا تكست فيلد اللي هو الاوردر هجري ده، ده عايزينه يتحول لايه؟ لهجري كومبوننت. فانا بنعمل كده، بنعمل اوت سبميت بترو، وبعدين بنحط فاليديتور. طبعا انت لازم التاريخ الهجري تعمل عليه ايه؟ فاليديشن ان هو تاريخ هجري صح. فده كل دي فاليديتورز بيلت ان احنا اللي عاملينها برضو في الكومبوننت عندنا في المكتبة دي. تقدر تقوله ايه؟ ان انا عايز هجري كالندر، بس ايه، تاخد الاي دي عشان ما تيجي هنا تقوله انا عايز هجري كالندر وتقول له page 1 نقطتين الاي دي. هنشوف كده بس يعني عقبال ما يعمل الران. خلي لو عملت HTML page سميتها مثلا ايه report، هنا اعمل form الاكشن ليها. خلينا ناخده بس من ال من التول. طبعا مفترض ان انت ايه تاخد ال URL السيرفر نفسه، يبقى لما تيجي تعمل فورم الاكشن بتاعها بيبقى ايه؟ السيرفر URL. الميثود سواء جيت او بوست، طبعا بوست بتفيدني ان البارامترز ما تبانش اليوزر عشان اليوزر نيم والباسورد والحاجات دي كلها. المفترض ان انت عندك يعني زي بارامترز، يعني لو عندي مثلا تكست فيلد، تكست فيلد ده بتخلي النيم هو اسم البارامتر. يعني لو انا عندي بارامتر اسمه كاست اي دي، خد بالك في الريبورت، يبقى النيم لازم يكون ايه؟ كاست اي دي. يبقى ده اليوزر اللي هيكتبه هنا هيروح للايه؟ للريبورت بنفس البارامتر ده يتعمل له كولينج. وبعدين يعني بنفس الطريقه انت بتضيف البارامتر زي ما انت عايز. هنا نقول كول ريبورت، ده كده بارامتر ورايح على الايه؟ على الريبورت سيرفر. بس اللي بيحصل ايه؟ انت ازاي بتحدد اسم الريبورت اللي انت رايح له؟ في الاوراكل فورم بيعمل ايه؟ بيقوم عنده بارامترز، بس هو اللي بيعملها مش ملهاش دعوه باليوزر. البارامتر ده بالنسبه لنا بيبقى هيدن، يعني ده في حد ذاته هيدن. اسمه ايه؟ هو اعتقد البارامتر اللي بيتبعت اسمه ريبورت او ريبورتس حاجه كده، يعني مش متذكر بصراحه بالظبط. وفي الفاليو تقول له مثلا كاستمرز دوت ار دي اف، تمام. المهم يعني ايه البارامترز اللي بتعملها ست في الباك جراوند اللي هو اليوزر ما يشوفهاش، انت بتعملها هيدن جوه الصفحه نفسها. في اعتقد بارامتر تاني اسمه الكاش على ما اتذكر، يعني البارامتر فورم يس ولا نو. المهم يعني الحاجات دي كلها تعمل لها ايه؟ هيدن. بس هو يعني حتى بال HTML من غير اي دي اف اقدر اعمل كولينج للريبورت.
دي مثلا لوجن سكرين. طبعا دي على فكرة ال generated من ال من التول يعني. خد بالك، بص عملت لك الشاشات كلها وعملت لك ايه المستخدمون والصلاحيات. طبعا المستخدمون والصلاحيات دي generated من ال من التول. خد بالك، ده المستخدمون والايه والصلاحيات اللي انت مديها على مستوى طبعا الجروب واليوزرز اللي داخلين فيها يعني. فزي ما بقولك يعني، هي يعني احنا مظبطينها على طول انك تاخد الحاجة شغالة. يعني مثلا ايه، دي صفحة اسمها كاستمرز، اليوزر ملوش اكسس مثلا عليها يعني، مفترض يعني دي صفحة، مفترض دي صفحة الايه الكاستمرز. طيب لو دخلنا مثلا باليوزر، طبعا يعني تلاحظ ان المنيو في حد ذاتها ايه قلت، خد بالك، والباتونز لما دخلت باليوزر تاني كانت انيبلد، لما دخلت باليوزر ده بقت ايه ديسيبلد. فزي ما بقول لك يعني، احنا عملنا اوتوميشن كامل لموضوع الصلاحيات ده وربطناه وحطيناه له الشاشات بضغطة الزرار اللي انت ايه شفتها. بس طبعا هي وراها يعني كمية جهد يعني، متخيلش حتة زي كده قعدنا فيها قد ايه. ها، يمكن حوالي 3 أسابيع. لا 3 أسابيع، مش عشان ده، تلات أسابيع علشان إن إحنا نروح في الطول نضغط الزرار يعمل لك كل اللي أنت شايفه ده. إيه؟ ده منيو بار برضه يعني. المنيو دي احنا اللي عملناها يعني جنريشن من اولها لاخرها، يعني زي البيانات المرجعيه لو هي تختار التيبل يجيب لك الداتا بتاعته يعني، حتى بقى بالتول بار الموجود، العرض والعمادة والصيغه. يمكن احنا شفناها ايه يعني، زي ما بقول لك احنا شفناها يدويا يعني، دي اللي بنقوله تاني يعني ايه، اقدر اقدر، بس انت هتاخد قد ايه وانا اخد قد ايه. يعني شاشه زي كده شغاله انسيرت وابديت وديليت لكل اللوكابس الموجوده في السيستم بنعمل كم سيلكت وضغطه زرار. خد بالك يعني اكتر يمكن من كده، عشان اعمل سنتر للويندوز دي كلها في النص كده. من الستايل، احنا حاطين ستايل سي اس اس باي ديفولت بيسنتر الحاجات دي كلها هنا. تعملوا باك اب وريستور، تعمل باك اب وريستور الايه؟ اللوك اب دي تعملها باك اب وريستور. طيب دي بتاع الباك اب بتاع الداتا بيز العادي يعني. بس هي زي ما بقول لك يعني، هي الفكره كلها في الحاجات دي هي ايه؟ زي ما بقول لك كم او يعني السرعه اللي بتتبني بيها يعني حاجه زي كده يعني. زي ما انت شايف ايه؟ تقول لك هذه القيمه مدخلا من قبل، والتراجع يعني بيبقى السيستم فعلا شغال في حد ذاته. وحتى يمكن دي شفناها يعني، هل انت متاكد من الحذف؟ اوتوماتيك بنقول لك هذا السجل يحتوي على البيانات المتعلقه ولا يمكن ايه حذفه. يعني زي ما بقول لك، هو انا عملتها قصادك، بس يعني حتى انا واخد كوبي من حاجه عندي برضه يعني، فاهم؟ مهما كان هي بتاخد وقت يعني. هي دي فايدة التول، ويمكن هو ده زي ما قلت الايه اللي ميزنا عن اي واحد بيفكر ان هو حتى يشتغل اي دي اف، ان احنا يعني التول فعلا يعني زودتنا 10 اضعاف اي واحد يفكر في الاي دي اف. لان انت بتفكر في الاي دي اف بتشوف ملفات كتير موجودة قصادك في اي بروجكت يعني، تيجي كده في ملفات كتير، فبالك في حاجات موجودة احنا اضطرينا نفهم كل واحد منهم عبارة عن ايه عشان كنا بنعمل زيه بس بانبوتس من اليوزر. فالبروسيس اللي الجو ديفلوبر بيعمل لها مانجمنت احنا كان مطالبين ان احنا نعمل زيها. فيعني الحمد لله ان احنا وصلنا يعني المرحلة، يمكن محدش بيصدق ان صلاحيات بالكامل تكون شغالة بالشاشات بكل الكلام ده بضغطة الزرار اللي انت شفتها. بس هي طبعا وراها يعني كمية من الجهد يعني، الحمد لله يعني احنا حتى لما بنقدم لأي جهة بيبقى فعلا
خارج الناتج لا يصدق. وده يمكن يعني من كان احد اهداف الشركه ان احنا نقول ايه، كعرب لا نقدر ان احنا نعمل حاجه. يعني تقول دي على فكره من اولها لاخرها هي والتانيه احنا اللي بنيناها، محدش مفيش ما احناش بارتنر لشركه اجنبيه، من اولها لاخرها، من اول كود لغايه اخر كود اللي هو اخر فيتشر امبارح بنسبه 100% احنا اللي بانيينها. يعني فيعني احنا طبعا بنتمنى ان يعني الناس شويه يبقى ايه حته ان احنا ما نقدرش والاجانب احسن والكلام ده كله، لا احنا بنقول ان احنا نقدر نبقى احسن. ويعني زي القران ما قال لنا، يعني القران قال لنا ايه، لو 100 صابره يغلبوا ايه 1000، 200 يغلبوا 2000، يعني 10 اضعاف. ليه؟ عشان انت معاك ربنا بس. فلو انت وثقت بكده وتاكدت انك ممكن تعمل، احنا طول ده على فكره مفيش زيها على مستوى العالم. ولذلك اوراكل نفسها يعني في اتصالات بيننا وبينها في الوقت الحالي، بحيث انهم يعملوا ايفالويشن للموضوع ككل. ما هو ده المحور الكلام اصلا مع اوراكل في المعنوس. طبعا اوراكل امريكا، يعني انسى هنا خالص. في افكار مفتكسه من اوراكل ديزاينر؟ لا لا ليه؟ ممكن نستخدم واحد ايه؟ ممكن نستخدم واحد؟ لا مفيش. هي المشكلة في واحد على فكرة هو حتة الـ UML. يعني انت عندك في الـ J developer كمية من الـ diagrams الكبيرة. يعني مثلا خلينا نقول ايه عايز ايه في الـ UML: activity diagram, business components, class diagram, database diagram, الـ HB diagram, java class diagram, sequence diagram, use case diagram. ايه عايز ايه تاني؟ لا ما كل الكيسز موجودة، الـ use cases طبعا اشهرهم. يعني هو يعني فاهم هي موجوده. لا طب خلينا نقول اكتر، يعني انت عندك ايه حاجه لليوم ال لوحدها، يعني تاب كامله يوم ال، عايز ايه؟ اكتيفيتي دايجرام، الاكتور، اسوشيشن، الكلاس، كلاس دايجرام، الكولابوريشن، كونسترين، داتا تايب، الانيوميريشن انترفيس، باكج، سيكوند دايجرام، يوز كيس، يوز كيس دايجرام. كل ده ايه موجود جواه. حتى على فكره من ضمن الدايجرامز الداتابيز دايجرام، خلي بالك. يعني مثلا ايه، انا اقول لك حته الداتابيز دايجرام على اساس يعني اكيد الكل بيتعرض لحاجه زي كده. يعني نقطه البدايه هي اساسا فعلا اليوم ال، يعني اناليسيس وكده. طبعا طبعا مفيش فيها كلام. تمام، يعني مثلا دي فيها يعني عمليه الريفرس انجينيرنج. يعني انا لو عندي التيبلز موجوده اقدر اسلكت اللي انا عايزه اسحبه مش كوبي. كوبي لا، ده كونكشن بس. مش هو ده الداتابيز دايجرام بالريليشن محطوطه طبعا العكس. يعني عايز يبقى عندك الداتابيز جنريت منها، او يكون عندك الداتابيز ان انت عندك ايه، بص عندك سينكرونايز ان ويز داتابيز جنريت تو. مفترض ان انت ايه، طبعا عشان انا اوف لاين هنا، لما لو انا كنت بعمل نيو دايجرام اقدر اقول له جنريت هنا، او كرييت داتابيز اوبجكتس ان داتابيز وتختارها. يعني كل يعني حتى في ببلش للدايجرام تطلعها على هيئه صوره، في عندك بي ان جي وجي بيج اس بي جي، حاجات اللي هي بتاعت الفيكتور جرافيكس والحاجات دي كلها. انت عندك مثلا لو عملت نيو جافا كلاس دايجرام، مثلا الجافا كلاس دايجرام ده قلت ان انا عايز اعمل جافا كلاس. الجافا كلاس ده في
مش فاكر صراحة كان ايه، بس اعتقد ان يعني في حاجة هنا ان انا لا ان انا اضيف الاتريبيوتس، خد بالك، بحيث ان ايه الاتريبيوت ده يبقى سنكرونايزد اوتوماتيكلي مع الجافا كلاس. فلو قلنا مثلا ان انا هقول ان انا عندي اتريبيوت نقول ايه مثلا يوزر نيم مثلا، يعني خد بالك يعني زي ما انت شايف ايه يعني الدايجرام سنكرونايزد اوتوماتيكلي مع الكود، فانت تقدر تعمل الاناليسيز بتاعك وتكون الدنيا كلها وبعدين ايه تقوم عامل برضو ايه الجنريشن في حد ذاته. فدي في حد ذاتها، والعكس بالعكس على فكره، يعني يعني انا لو مثلا في الدايجرام ومثلا حبيت اخد كلاس زي كده اهو، دي كل الاتريبيوتس بكل الميثودز الايه موجوده فيه باسم الكلاس موجود هنا. فبالتالي يعني ميزه الجي ديفلوبر هي ان هو انتجريتد تول ملهاش حل، يعني انت عايز اي حاجه في اي حاجه من مانجنج اللايف سايكل الديفلوبمنت كامله تعمل لها دوكيومنتيشن والدايجرامز والحاجات دي كلها متاحه في الجي ديفلوبر، سواء لو انت داتابيس ديزاينر او كلاس او اركتكت ديزاينر، برضه تلاقي العمليه ايه بتساعدك في كل الستبس. ريفرس انجينيرنج هو الحاجات المهمه جدا بصراحه. اهو يعني ايه ما بقول لك انت عايز اي كلاس ترجعه اهو. فطبعا يعني بيسهل عليك يعني حاجات كتير جدا الجي ديفلوبر في حاجه زي كده. فالعكس بالعكس، وزي ما شفناها على الداتا بيز، سواء الداتا بيز او الكلاس، يعني بيظبط لك الدنيا كلها من اولها لاخرها في الجي ديفلوبر. لو انا شغال مثلا في ثلاث شغالين على البروجكت، ازاي اجمع الشغل بتاع واحد؟ في عندك فيرجنينج موجود في سي في اس وفي سب فيرجن يعني موجودين جواه، بس لازم يكون عندك السيرفر بتاعهم سواء سي في اس او سب فيرجن، ليه سيرفر تعمل له سيت اب بحيث ان انت ايه تقدر ان انت اليوزرز تعمل لهم ديفينيشن، يعني محتاجه شويه ادمنستريشن الحته دي. يعني طب انا خلصت البروجكت صفحه 2 3 عايز ادير عايز تدير هو بلوجيك، لا ده اسمه ديبلويمنت، دي حاجه ما تعرضناش ليه هنا زي ما قلنا، يعني كان محور الكلام مركز على الاي دي اف كاي دي اف، ويب لوجيك ده ناحيه شويه ادمنستريشن. انا عايز جدا الملف انا خلصت خلاص وهدير الويب لوجيك ثاني. طيب ما ده اسمه ديبلويمنت، ما بقول لك يعني ده موضوع اسمه ديبلويمنت، بس ده تحت الويب لوجيك ادمنستريشن مش تحت الاي دي اف في حد ذاته. التست انفايرمنت لكل ديفلوبر ولا مكمل كامل لكل؟ لا هو اصلا انت اي ديفلوبر معاه جي ديفلوبر معاه تست انفايرمنت لوحده، لان الجي ديفلوبر عنده انتجريتد ويب لوجيك موجود جواه. انما انت بتتكلم مثلا عملنا ديبلوي على تيست سيرفر مثلا علشان بتوع الـ QA والتيست يدخلوا عليه، ماشي دي حاجة تانية، بس هي لازال برضو تحت إطار الـ deployment. نعم. الـ جي ديفلوبر هو الموبايل application response في يعني هو في طبعا يعني حاجات وانت بتعمل الـ page نفسها في حاجة اسمها render in mobile device، خد بالك، واعتقد في الـ ها؟ لا بس كان في حتة مش فاكر الصراحة كان فين بالظبط، بس ها؟ الجزء اللي هو بتاع السيميوليتور نفسه بتاع الموبايل مش موجود مثلا زي الفينجر بينز، مش موجود مش الكوشنه، لا في حاجات موجوده بس مش يعني كان في حته ثانيه بقى فيها اكستنشن كامل للحته بتاعت الموبايل، بس انا مش في ذهني فين اما كل حاجه بتاعته يعني اي دي اف موبايل اعتقد. استنى كده بص، اي دي اف موبايل
براوزر، خد بالك. طبعا مش فاكر كان في حاجه تاني والله، بس اعتقد يعني مش هو بدي في المشروع ده من بتاع الموبايل ده، هو بدي في الشخص الاول خالص. ما بقولك هو الاي دي اف يعني الموبايل براوزر ده ده في حد ذاته بقى يعني بتمنج بيه ان هو الريندر. شوف تلاقيه ايه ريندر الموبايل ديفايس لوحده، لان انا ايه ضفت الحته بتاعت الموبايل سبورت. هو طبعا يعني ايه يعني انت بتلاقي تقريبا يعني نفس الكومبوننتس بس يعني اقل طبعا من الاي دي اف، لان ديسكتوب ابلكيشن في حد ذاته يقدر يعني يعمل مانجمنت للحاجات لسه برده مش سبورتد بدرجه كبيره في الموبايل ديفايس. عشان كده تلاقي يعني كم الكومبوننتس اللي ينفع انها تشتغل مباشره اقل، بس يعني من جهه موجوده موجوده. اي مش اصل لا امكانيه موجوده. انا اطرح سؤال جاب ذهني يعني مش عارف هو في حاجه اثر ولا مسؤول. ازاي انه يكون الجافا بتاع تقول بيدخل الفورم وسجلت بيعرف ازاي الكلام ده يعني؟ طيب امال فكرك ليه تقول يعني مش سهله في الانتاج؟ لا انا عارف كبر وعايز فكره تقول بتعمل ازاي؟ خلاص يا استاذ اتفضل. بص يعني كل يعني هقول لك في جمله واحده، يعني دي ناتج يعني خبره 11 سنه في الجافا يعني، فكل الحاجات دي كلها كلايبرز وفايلز ومانيبيوليشن وكم تراكم خبرات، في الاخر كل الفايلز دي ما اقدرش اتعامل معاها يعني من خلال الاي بي اي زي ما بقول. طبعا لا هو كديفلوبمنت ينفع يشتغل، بس واقعيا مش هتلاقي فيه كل السبورت اللي بيديه لك دراج اند دروب وبروبرتيز وكلام، مش هتلاقيه في النت بينز يعني. بس هو من جهه ممكن، بس عمليا يعني مش يعني جو ديفلوبر بالدراج يعمل لك كل حاجه. اي دي اف واقعيا خلاص انا الاي دي اف في حد ذاته هو ملوش لايسنس، هو اللي ليه لايسنس الويب لوجر. بالك ها تقريبا انا فاكر شفتها اخر مره كان بير بروسيسور حوالي 10,000 دولار. بس هو اصلا يعني زي ما بقول لك دلوقتي لما تروح لاي جهه هتلاقي شنطه اسطوانات قد كده فيها كل حاجه، ما بقتش اللايسنس مشكله دلوقتي. بس ممكن الابلكيشن على